ما عم تطلع من غرفتها ولا عم تاكل ولا عم تحكي، بس عم تبكي. ما عم بفهم كيف قدر إلكار يخلي بنتي تبكي عليه لهلأ، عقلي ما عم يستوعب. لما شفتكن آخر مرة كان الحاجز يلي بينكن رايح على الأخير، بس على الأغلب هالفترة ما رح تقدر تقابلها لحالها. هالة؟ الولاد اتطلقوا والشراكة فرطت، وبما أنك مو كتير معجب بست هالة بعد هلأ ما عاد في داعي لهالعلاقة هي، خلص وقتها مو هيك؟ ها؟ والمدام بهار؟ ايه عنا المدام بهار؟ بس يعني بما انك ما عدت بحاجة القضية لتنقذ بنتك من هالزلم المجنون بما انه اتطلقت وخلصت، فما بقى في داعي للست بهار. بيرجى شو اللي عم بيصير؟ لشو كل هذا الحكي؟ شو رجعنا معقول؟ اصحك اصحك، تحول حديثنا لتحكي عن غيرتي، ما لها علاقة، لانه المشكلة مو بغيرتي، المشكلة هي هوسك بهي القضية اللي ما له داعي ابدا. وبسبب هذا الهوس كل هالفترة عم تروح من عند هالة لعند بهار. تمام، يعني طبيعي كانت هالقضية بالنسبة لإلك كتير مهمة لأنها متعلقة بزوج بنتك، بس هلأ تغير الوضع، ما هيك؟ هي بطلت مرته ليك؟ إلكار قالها للبنت المسكينة والموضوع تسكر، وانت صار فيك تشيل درعك هلأ، شيل درع الحفاظ على العدالة يلي ما قدرت افهم ليش حملته. هارون أنا ما بدي أتعبك، بس عم تتعبيني، عم تتعبيني بيرجع، وأنا ما عندي طاقة لهذا الشيء. عنجد؟ طيب لكان اصرف طاقتك مثل العادة على بنتك وعلى هي القضية يلي لهلأ ما عم بقدر افهم بصراحة ليش هاممتك لهالدرجة هي. وأخيراً في حدا سأل هالسؤال. ريم؟ ليش هالقضية مهمة هالقد بابا؟ بنتي، ليش القضية مهمة هالقد بابا؟ ريم، لا تقعدي هون، تعالي، يلا تعالي. ريم بتذكرك بأمه مزبوط؟ ايه كتير. انت بتعرف منيح شو بقصد، لا تعمل حالك ما فهمت، نفس المشاعر ونفس الإدمان وما عم تقدر تقاوم أبدا. أنا ما بدي أحكي بهي القصص اليوم. ولا مرة كان بدك تحكي عنها، دائما كنت ترفض وتهرب. هلا، لأنه لساتك عم بتلوم حالك. لا تلوم حالك هارون، مو أنت كنت السبب، أنا السبب. خلصنا بلا هالحكي هلا. طيب ما رح أحكي. لا تنكر، حاجتي نكروا أنتوا الاثنين. أنا شفت كيف عم تطلع على هي المرأة، وأنا منتبهة وشايفة كمان كيف عم تطلعوا ببعضكم قدام عيوني وبدون أي خجل.